ومن ضمن الامور اللي دايما بيعتمد عليها كتير جدا كثير جدا من الانديه هي البطاقات الموسميه كل سنه. هل ما اصل الناس ما انا برضو الناس بتزعل مني او بيفهموا كلامي غلط لما بقول يا جماعه ما هو النادي الاهلي اللي عمل كده، مفيش انديه تانية كتير عملت كده. اقتصادية كرة القدم، خلينا نتكلم عن النادي الاهلي، يعني خلاص خلينا اقول ان النادي الاهلي عمل تذاكر موسميه وبالتالي صحيح. هو ده صحيح. اتفضل. ما هي التذاكر الموسميه دي يا كابتن من ضمن الروافد بتاعه الاقتصادية كرة القدم، دايما الناس بتركز على اللعيبه وعمليه شراء وبيع اللاعبين وانا حققت مكاسب قد ايه وخسائر قد ايه. التذاكر الموسميه هي واحده من الروافد اللي بتحقق دخل للانديه. النادي الاهلي عملها في فتره لكن ما شهدتش توسع كبير، ما تمش توسعتها بشكل كافي، يمكن كان اغلبها بيتم على صعيد الاعضاء، اغلب المشتريات، ما بقولش ان هي كانت مقتصره على الاعضاء لكن كان اغلب اللي بياخدوا التذاكر الموسميه في نقطه بس كان يعني غصب عن النادي يعني خارج ارادته ان في وسط في وسط ما بيع التذاكر الموسميه وصل في وجهه نظر الكوميتوس في موسم 2009 2010 جه بعديها طبعا الاحداث السياسيه خلت طبعا في تراجع في موضوع كبير في الرياضه طبعا. ففكره التذاكر الموسميه واحده من الروافد ده، رافد مهم جدا جدا، اظن انه لما يبتدي خاصه مع نادي بحجم الجماهيريه والقاعده الجماهيريه بتاعته زي النادي الاهلي بالملايين، اعتقد ان مهما كانت النسبه حتى ولو كانت قليله هتشكل رافد مهم جدا من ضمن المداخيل لما اجي اتكلم على الانديه المصريه. يمكن واحد من الروافد المهمه للناس دايما لما تقول كلمه اقتصاديات بيقتصر الامر على بيع وشراء اللاعبين. يمكن انا متفق معاك جدا يا كابتن لما تيجي تقول انك لما تيجي تدور على ارقام فيريفايد او ارقام موثقه لاقتصاديات الكره المصريه صعب جدا 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 انك تلاقي رقم صعب. يمكن مرانا حبني ازاي؟ ما هي انا عندي مشكله في انا بصراحه بجد انا عندي مشكله. وانا الحقيقه دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واحد من الناس اللي بتهتم بهذا الامر بشكل كبير جدا، وانا بدعو الدكتور اشرف صبحي ان هو ينظر الى هذا الامر بشكل او باخر، لانه يجب ان يكون عندنا ارقام. يمكن وزاره الشباب والرياضه هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تاخد منها ارقام بجد على فكره، دي حقيقه ممكن تاخد منها ارقام، ولكن عايزين نتوسع في الموضوع ده اكبر يا جيمي، لانه ما هو انا عايز ابني الفتره اللي جايه لازم اخد ارقام. يعني انا الارقام اللي عندي اللي احنا جبناها النهارده ممكن السنه الجايه هتختلف طبعا، السنه اللي بعدها هتختلف، يعني او نبدا من جزئيه كذا عشان نوصل لكذا. وخليني يا كابتن اقول لك انه الرقم الوحيد بعد بحث واستقصاء طويل، يعني الرقم الوحيد الموثق اللي لما دورنا لقيناه هو رقم بيع وشراء اللاعبين، خروج اللاعبين ودخول اللاعبين للدوري المصري بعيد عن العناصر المحليه والعقود الداخليه. بتكلم على انتقال عناصر خارج الدوري المصري تخرج لانديه خارجيه او عناصر اجنبيه جايه للدوري المصري. ده بيبقى مكتوب بره على طبعا موجود على سيستم. ده الرقم الوحيد. الرقم تقريبا الرقم تقريبا متعادل. بنتكلم في العقد الاخير من سنه 2010 ل 2020 بنتكلم على 854 لاعب اجنبي دخلوا الدوري المصري. الدوري المصري تكبد 101 مليون دولار وطلع لاعبين خارج الدوري المصري استفاد بيهم الدوري المصري 111، فتقريبا كانت الرقم متعادل. لكن ده بيبين لك قد ايه الرقم كبير، ده رقم كبير مش رقم صغير. انا بتكلم على عنصر واحد من عناصر اقتصاديه الكره، بتكلم على 100 مليون دولار في 10 سنين، وفي وقت الارقام بتتصاعد. يعني حضرتك قلت انه لو جيت عملت ابديت على الرقم ده هلاقي ان الارقام والعقود مليون في المية بتتصاعد طبعا الارقام بتتصاعد من وقت للتاني. فدي نقطه مهمه جدا جدا انه لازم يبقى في شويه رقابه. هل احنا نحدد الوجهه؟ هل احنا كانديه او كمنتخبات بنبحث عن الاستفاده وتعظيم من مداخيل اقتصاديات كره القدم من خلال تسويق اللاعبين والخروج؟ اللعيبه اللي بتخش والكواليتي اللي بتخش والارقام اللي بيتم دفعها فيها وتكبين خزائن الانديه المصريه، وبالتالي هي معظمها انديه حكوميه، فبالتالي تكبيد خزائن صعبه. بنتكلم على 100 مليون دولار في العشر سنين الاخيره. نقطة تانية عشان نخرج من نقطة بيع وشراء اللاعبين، نقطة تانية مهمة جدا اللي هي تسمية الملاعب. ويمكن النادي الأهلي كان ليه الريادة أيضا في ملعب السلام، وإنه قدر إنه يستفيد الأهلي والسلام قدر إنه يستفيد من خلال التسمية. يمكن أكبر الأمثلة العالمية اللي الناس كلها عارفاها يمكن السيتي بيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد نتيجة التسمية استرلين. وفي ملعب جلاتا سراي في تركيا 9.7 بنتكلم على ملعب اعتقد ده اللي بيسعى النادي الاهلي ليه خلال الفترات القادمه ان شاء الله، اللي هو يبقى عنده ملعب ويستفيد من هذه التسميه بالزبط. في مقابل الحصول على مداخيل فقط من مجرد التسميه، ده غير انشاء والاستفاده من حجم الاعلانات والتسويق والرعايه.